يقول حديث مطل الغني ظلم، ما معناه؟ المطل هو المماطلة، المطل من المماطلة. مطل الغني ظلم تحتمل معنيين. المعنى الأول أنك إذا كنت غنيا رد للناس حقوقها فلوسها، يعني مثلا عبد العزيز مثلا يطلبني مثلا 2000 دينار، طيب وأنا غني عندي عطى فلوسه، لا ماني معطيه. طيب أنت غني، فمطل الغني يعني أنا مطله ظلم، ليش ما ترد الفلوس وأنت عندك، أنت غني. فهذا المعنى. المعنى الثاني أن يكون هو الغني، مطل الغني ظلم، يرجع لفلوسه يطالبك، يا معود عنده ملايين ما يدري عني، طيب هو سلفك على أساس أنك ترده، ما أعطاك صدقة، هو أعطاك حتى تردها عليه، قلت والله ما يدري عنها، عنده خير كثير فما أرد له ماله لأنه غني. إذن إما أن يكون مطل الغني ظلم، أن يكون الغني هو الدائن، وإما أن يكون الغني هو المدين، وكل معنيين وارد. نعم.